الحقيقة استكمالا للملف اللي كنا يمكن فتحناه الأسبوع الماضي سيادة العميد عن دور الدولة المصرية ومكانتها والأمن القومي وكيف حققت هذه المعادلة، ما زالت المستجدات بتتوالى، والحقيقة المشهد الأبرز والأهم لسه عملية إعادة إعمار غزة والمعدات المصرية بالمهندسين المصريين في الداخل. إيه الرسائل من وراء هذا المشهد سيادة العميد؟ لو فعلا بنستكمل جهود الدولة المصرية في صياغة استراتيجية متكاملة لحماية أمنها القومي، الحقيقة الدولة المصرية بذلت ده من 2014 بشكل ممنهج جدا، وكانت منخرطة أولا دخلت، وده ربما قلناه الأسبوع الماضي لكن يعني مهم أن نكرره، أن الدولة المصرية دخلت هذا العمل وتنفيذ هذه الاستراتيجية في أصعب لحظة ممكن. يعني كنا العودة بالذاكرة ل 2014 الحقيقة أصعب لحظة ممكنة بالنسبة لتهديدات الأمن القومي داخل مصر داخل حدودها، وليس خافيا على أحد حجم التهديدات الحقيقة اللي كانت بتهدد حدود الدولة من أربع اتجاهات. كل الاستراتيجيين حتى داخل مصر وفي المنطقة العربية قالوا يعني ظرف استثنائي بامتياز، ربما يعني ما قابلناهوش في التاريخ طوال فترات طويلة جدا. المعتاد والعادة إن دولة تواجه تهديدات من أحد حدودها من جهة واحدة من الجهات الأربع، لكن إنها تجد نفسها في وسط إقليم مضطرب على هذا القدر من الاضطراب والاشتعال، ده كان تحدي كبير جدا. وهنا عشان كده بنقول إن مصر بدأت خطتها الاستراتيجية وهي واقفة في محطة شديدة الصعوبة. ده كان بيرتب مش عايز أقول بقى جهود مضاعفة، جهود بأكثر مما أي حد من الممكن هو يتخيله، بدأت من القيادة السياسية نفسها بشكل واضح وصريح في حالة مكاشفة من اللحظة الأولى مع الشعب المصري إن إحنا جايين علشان نشتغل وجايين علشان نعيد صياغة معادلة الأمن القومي اللي موجودة من أجل أن نصل إلى محطة هذا الانخراط الناجح والفعال في إعادة الإعمار في قطاع غزة. كنا شايفين دوت من 2014، أو كنا مستهدفين ده لو جاز التعبير، كنا مستهدفين إن مرة أخرى النظام المصري اللي تولى المسؤولية في 2014 كان مستهدف إن هو يعود مرة أخرى رقم صحيح داخل الإقليم وداخل محيطه الإقليمي والدولي، كان مستهدف جدا ان هو يعيد صياغة معادلة الأمن القومي المصرية بحيث ان هو يأمن للمصريين حياة آمنة قابلة ان هو يبدأ يدخل على مشروعات التنمية ومشروعات بناء وطنه وتحديثه وتطويره اللي اشتغلت مباشرة مع بشكل متوازي. ده كان التحدي وده كان الجهد الكبير الحقيقة. انخراط من اللحظة الأولى في محاربة الإرهاب، انخراط سريع جدا وتفاعل سريع جدا مع الجهود الدولية اللي كانت بتحارب الإرهاب ربما وبتحصره على مستوى العالم. كنا في مكانة متقدمة جدا في حرب العالم ضد الإرهاب، مصر كانت بتقوم بدور استثنائي في هذا المجال للحد اللي دفع المجتمع الدولي إن هو بعد عامين بالضبط من هذا التاريخ اللي بنتحدث عنه 2014 يختار مصر باسمها وبدورها وبفاعليتها وبجهودها اللي العالم كله كان بيتابعه خلال العامين 14 إلى 16 إنها تتولى مسؤولية رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة. يعني هي المعنية، الدولة اللي وضعت كأمانة في يدها مراجعة استراتيجيات العالم كله في مكافحة الإرهاب وكيفية محاصرته. لذلك لم يكن هناك أي قدر من المبالغة، ورئيس السيسي بيقف بصوت واضح النبرات واضح الحروف وهو بيقول احنا بنحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله. ده كان الحقيقة أمر قدر ان هو يعجل ويختصر الزمن ويختصر المسافة في تحقيق معادلة أمن قومي مصري مستقر.